خلينا نكمل اخبار النادي الاهلي النهارده وعوده وليد ازارو للقاهره، وهينضم للتدريبات النهارده اللي يمكن زمانها خلاص ابتدت بالتحديد الساعه 10 النهارده، بيواصلوا من خلالها استعداد للموسم الجديد وفتره الاعداد الخاصه بفريق النادي الاهلي. النهارده وصل وليد ازارو بعد ما كان واخد اجازه في المغرب، واحنا عارفين وليد ازارو يمكن مع نهايه موسم طويل مع النادي الاهلي وقدر ان هو يحقق خلاله هداف بطوله الدوري برصيد 18 هدف في اول موسم ليه في الدوري المصري مع النادي الاهلي، وده انجاز اكيد يحسب ويحسب للنادي الاهلي ان هو تعاقد مع لعيب بحجم وليد ازارو. يمكن هو كان اتصاب مع اخر الموسم مع النادي الاهلي، وبالتحديد في مباراه بتروجيت وكان جاله شد في العضله الخلفيه، وايضا ما انضمش للقائمه النهائيه الخاصه بالمنتخب المغربي المشارك في بطوله كاس العالم خلال ايام ان شاء الله. فبالتالي هو عاد للقاهره وهينتظم في تدريبات النادي الاهلي، وهيشوف طبعا دكتور خالد محمود طبيب الفريق مدى جاهزيته الطبيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. هيكون في فحص ليه النهارده، وهيشوفوا هيقدر وليد ازارو يشارك في التدريبات بشكل طبيعي ولا لا، ولا هيحتاج لبرنامج تاهيلي خاص ليه عشان يقدر يعود للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. اكيد نتمنى له كل التوفيق. وليد ازارو احد العناصر والاسلحه الهامه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واللي بان كل قدراته الفنيه والتهديفيه خلال الموسم الماضي سواء في بطوله الدوري او بطوله افريقيا. يمكن هو ايضا البطوله الافريقيه الاخيره النادي الاهلي خسرها في النهائي امام فريق الوداد، هو كان هداف النادي الاهلي في البطوله وقدر ان هو يؤدي بطوله اكثر من رائعه، رغم ان هو شارك في وقت متاخر من البطوله علشان النادي الاهلي كان تعاقد معاه، كانت البطوله ابتدت خلاص يعني، لكن هو الراجل قدر ان هو يحقق نتائج جيده واهداف جيده جدا مع النادي الاهلي. نتمنى له كل التوفيق لوليد ازارو المهاجم المغربي بالنسبه للنادي الاهلي. لسه مع الاجانب ولاعبي النادي الاهلي المتواجدين في قائمه النادي الاهلي، وبالتحديد باكاماني مالامبي واللي هيتم تحديد عودته للقاهره خلال ايام، وده طبقا لكلام كابتن سمير عدلي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي، واللي قال ان في تواصل مع باكاماني علشان يعود للنادي الاهلي من جديد وينضم للتدريبات الجماعيه الخاصه بالفريق. باكاماني يمكن كان متواجد في جنوب افريقيا وكان بيشارك في بعض المباريات الوديه الدوليه مع منتخب بلاده، او في بطوله دوليه كده بيشارك فيها مع منتخب بلاده. الراجل ادى بشكل كويس في هذه البطوله وخلاص خلصها وخد اجازه كده شويه، وهيعود للتدريبات الجماعيه ان شاء الله خلال ايام مع النادي الاهلي. لسه مستمرين واخبار الفريق، وطبعا كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام للنادي الاهلي، واللي قال خلاص ان الوديات والمعسكرات هيحسمها كارتي رون المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. طبعا هيبقى فيه تنسيق مختلف ما بين كابتن محمد يوسف ومستر كارتي رون المدير الفني الفرنسي الجديد للنادي الاهلي فيما يخص المباريات الوديه الخاصه بالفريق استعدادا لبدايه الموسم، وايضا بالنسبه للمعسكر الخارجي سواء الداخلي او الخارجي هيتم طبعا التنسيق ما بينهم وبين لجنه الكره على اعداد هذه الامور الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي عشان يستعدوا بالشكل اللائق والمناسب لبدايه الموسم الجديد اللي فيه اكيد تحديات كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكلنا امال كبيره ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق المرجو طبعا لكل جمهور النادي الاهلي.